مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. جاء صدور تقرير التنمية البشرية الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالية إطلاقه بعد 10 سنوات من التوقف. التقرير يقدم معلومات واضحة وتفاصيل عن كل الفرص والاستثمارات ويتسم بالشفافية الكاملة ويقدم للعالم ما يتاح من فرص وتفاصيل داخل الدولة المصرية وما تم إنجازه في المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والإسكان ومواجهة الفقر والإصلاح الإداري، حيث إن الدولة تعالج مشكلة الفقر من خلال تنمية شاملة. حول أهمية تقرير التنمية البشرية الخاص بمصر تدور حلقة الليلة من برنامج ملفات، وضيفي وضيفكم في الاستوديو الدكتور محمد فتحي مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي. أهلا بحضرتك معنا فندم. نتابع مع حضرتكم مع مشاهدينا الكرام بالتقرير، بعدها نبدأ الحديث مع ضيفي الكريم. يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021 تحت عنوان التنمية حق للجميع، مصر المسيرة والمسار، ليرصد ويحلل المسيرة التنموية لمصر خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة، وذلك من منظور إعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986. يعرض التقرير تحليلا متعمقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية التي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، ومنها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر وكيف ساعد في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ووقف تراجعه، واتساق السياسات المالية والنقدية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وقدرته على جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة، كذلك التوجه نحو استهداف صعيد مصر بالمشروع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية والعنصر البشري الجاذب لرأس المال الخاص. تزامن مع الإصلاح الاقتصادي تحول في فلسفة منظومة الأمان الاجتماعي، حيث حول وظيفتها من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والتعزيز، ونقلها نوعيا إلى حيز التمكين سعيا لتحقيق العدالة والأمن للإنسان المصري. ظهر ذلك جليا في إعادة هيكلة الدعم لضمان صحة الاستهداف وشمول أوسع لكافة الفئات المهمشة والتركيز على المناطق الجغرافية الأكثر فقرا، وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة. كذلك تم استحداث برنامج موسع للحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة، بالإضافة لبرامج للتأهيل والتمكين فضلا عن تطوير نظم التموين والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية. كما تضمن تقرير التنمية البشرية الخاص بمصر تبني الدولة لاستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة عام 2017 كانت الأولى من نوعها، شهدت تحولا نوعيا في جهود مصر لإدماج كامل للمرأة وقضاياها واحتياجاتها وتعزيز أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تشريعاتها وسياساتها واستراتيجيتها وجهودها التنفيذية. نرحب بحضراتكم من جديد وضيف الكريم دكتور محمد فتحي مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي. أهلا بحضرتك من جديد دكتور محمد. دكتور محمد، تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر عام 2021، الأمر يمكن توقف منذ 10 سنوات زي ما التقرير كان بيتحدث، لكن حضرتك شايف أن الاهتمام من القيادة السياسية بأن يكون في زخم لهذا الحدث، إيه سببه و أهمية ده بالنسبة لنا احنا كالدولة المصرية في عرض الفرص الاستثمارية الموجودة، الطريقة أو الأداء الاقتصادي أو الأداء الإداري في الدولة وانعكاساته إيجابا على يعني العيش الاقتصاد في مصر بوجع؟ طيب هقول حاجة، هو التقرير أصلا كان المفروض ان هو بيصدر منه نسخة كل سنة. طبعا عشان الظروف اللي مرت بيها البلاد خلال الفترة اللي فاتت بعد ثورة يناير 2011 التقرير وقف طبعا عشان الظروف وعشان الحالة الأمنية وعشان الانشغال اللي كانت فيه الدولة المصرية من الداخل. فالتقرير ما كانش بيصدر. أهمية بقى صدور التقرير السنة دي والزخم زي ما حضرتك بتقول واهتمام القيادة السياسية بأنها تعمل مؤتمر بالحجم المؤتمر دوت عشان تعرض فيه نتائج التقرير دوت، طبعا عشان تثبت العالم كله إنه مصر في خلال 10 سنين اللي فاتت خصوصا آخر 5 سنوات قدرت مصر تتحرك
من الأداء الاقتصادي اللي كان فيه عدم اتزان وعدم استقرار إلى أداء ونمو اقتصادي أفضل بشكل كتير. طبعا التقرير اتعرض فيه فصول كتير قوي بتتكلم عن قطاعات كتير قوي خاصة بقطاعات التنمية، وأنا بركز هنا على اسم التقرير اللي هو حق التنمية للجميع. لأنه كل تقرير كل سنة كان بيبقى ليه تيمة محددة. التقرير السنة دي بيتكلم على حق التنمية، وده بيتزامن كمان مع احتفالية الأمم المتحدة بمرور 35 سنة على اتفاق الأمم المتحدة إن حق التنمية هو حق من حقوق الإنسان. ففعلا في الظروف ساعدت التقرير دوت إنه يبقى ليه أهمية إنه يصدر في الوقت الحالي. طيب مصر بتحتل المرتبة الأولى عالميا على مستوى الدول النامية تصدر هذا العدد من تقارير التنمية البشرية. أولا ده معناه إيه؟ ثانيا فوائده وثماره على مصر يكون إيه؟ زي ما قلت حضرتك هو اسمه تقرير التنمية البشرية، وأهمية التقرير دوت إنه بيتعامل مع المحاور اللي بتصل بشكل مباشر للمواطن. يعني هتلاقي المحاور الرئيسية للتقرير هي التعليم والصحة والسكن الملائم. أنا أقصد يا فندم إن أنا هرتقي كدولة نامية، يعني ممكن يلاقيني في نظرة مستقبلية من ناحية الاقتصاد، من ناحية حقوق الإنسان زي ما حضرتك ذكرت، من نواحي أخرى عدة عن مثيلاتي من الدول الأخرى، أنا متقدم عليهم وأقصد. طبعا يا فندم هقول لحضرتك حاجة، إنه التقرير لما يصدر يبقى عليه مراقبة من الأمم المتحدة، ده معناه إنك بتخاطب بشكل مباشر المجتمع الدولي. ده معناه إنك بتقول للمجتمع الدولي كدولة بقدرتها السياسية أنا قدرت أتحرك من فترة كان فيها عدم استقرار إلى فترة فيها استقرار أكتر. وكل الأرقام اللي صدرت في التقرير بتدل على إن فعلا مصر حققت نمو واستقرار اقتصادي بشكل كبير جدا. يعني معدل النمو الاقتصادي وصل 5.6، عندك انخفاض في عجز الموازنة، عندك نمو في مستوى التعليم والصحة والسكن، عندك تطور في نوعية السكن وإتاحة السكن الملائم للإنسان. فطبعا كل دوت لما تيجي تخاطب بيه المجتمع الدولي ويبقى مراقب من جهات دولية، ده معناه إن في شفافية، ده معناه إن التقرير ما فيهوش أي نوع من أنواع الفساد، أو إن الأرقام بتتظاهر، بدليل إن كمان التقرير ذاكر نقاط الضعف اللي لسه موجودة والتحديات اللي بتواجه مصر. يعني هو مش بس قايل النجاحات اللي مصر نجحت فيها أو قدرت تقدم فيها طفرات، هو كمان ذاكر تحت كل محور إيه التحديات اللي مصر بتواجهها عشان نطور أكتر من المحور ده. طيب لأول مرة بيقال إن هذا التقرير بيتعامل مع مجمل قضايا التنمية من خلال المسح شامل للواقع التنموي في مصر وعرضه بشكل شفاف للغاية. يعني لأي مدى ده برضو يعني بيدل على أولا التزام القيادة السياسية بالوعود اللي وعدت بها في نواحي التنمية ومع مؤسسات المجتمع الدولي، يعني أي حاجة أنا تحدثت عنها أنا كنت فعلا بنفذها على أرض الواقع. الجانب الآخر أن قضية التنمية هي قضية مهمة وبتشغل بال القيادة السياسية. تمام. في 2016 مصر أصدرت استراتيجية التنمية المستدامة 2030. تمام. الاستراتيجية دي اللي كان بها ليها بعض الأهداف. التقرير لو حضرتك قريت التقرير أكيد قريته بالتفصيل هتلاقي إن التقرير بيتناول كل الأبعاد اللي أكدت عليها الاستراتيجية، فبالتالي التقرير بيقول أنا قدرت أحقق جزء أو معظم الأهداف اللي أنا حاططها لنفسي كاستراتيجية تنمية مستدامة 2030. والتقرير بيصدر والأهداف دي تحقيقها بيراقب من خلال المؤشرات قياس الأداء، عندنا حاجة اسمها كي بي آيز أو مؤشرات قياس الأداء، دي بتقيس هل أنت نجحت في الهدف بتاعك ولا لا. يعني بتقول أنا عملت مثلا طفرة في موضوع التعليم، مش بس عشان بنيت مدارس، لا أنا زودت جودة التعليم، حسنت فرص التعليم، أتحت الفرص، عملت توازن في التعليم ما بين الذكور والإناث، ما بين الريف والحضر، رفعت ميزانية التعليم والصحة. يعني بالظبط كل ده بيقاس بمؤشرات قياس أداء. بل في جزء تاني بقى في حاجة اسمها تقرير متابعة دورية، وفي نائب للوزير، وزير التخطيط عنده نائب لشؤون المتابعة. الخطة لما بتطلع بتتابع وبتابع عملها على الارض، ما بتطلعش الخطه وبعدين بنسيبها كده، لا احنا بنفضل الحكومه وبتفضل تراقب اداء الحكومات او المحليات واداء كل الجهات المنوط بيها تنفيذ. انا كجهه حكوميه يعني من خلال زي ما حضرتك قلت التقرير المتابعه انا ملزم ان انا اودي لل او ابعت للموظف المقيم او المدير الاقليمي للمنطقه هذا الامر، ولا مش مطالب بيه، ولا هو اللي بيطالبني بيه ان كل شهر في الاخر التقرير ده كله بيصدر في تقرير التنميه البشريه زي ما حضرتك شفت كده وبيتم مراجعته من خلال اليو ان بي او اللي هو بس احنا بنراسلهم يعني بنبعت لهم كل شيء كل حاجه على حده بالتفصيل. تمام. هو في نهايه العام بقى هم بيقيموا
بالظبط كده اللي حصل في مصر ايه من تطور او طفره في مجال من المجالات او في مختلف المجالات. التقرير ده بيتميز او بيتسم بان هو متكامل الجوانب والاركان في مختلف النواحي. هل ده شرط من الشروط الموضوعه من قبل المؤسسه الدوليه ولا ده استراتيجيه وطنيه بتنتهجها الدوله في هذا الاطار؟ زي ما قلت لحضرتك كل تقرير كان بيبقى ليه تيمه محدده. مثلا كان في تقرير من كذا سنه عن الشباب، فكان معظم محور التقرير بيدور حول الشباب وتمكين الشباب. يمكن الجديد في التقرير دوت زي ما حضرتك بتقول وباكد كلام حضرتك فكره انه مركز على محاور التنميه والاستثمار في البلد. حتى هنلاقي دوت واضح جدا في فصول التقرير. يعني وفي اسم التقرير اصلا التنميه حق الجميع، مصر المسيره والمسار. فهو بيقدم او بيوضح مسيره مصر خلال 10 سنين اللي فاتوا ازاي قدرت تمشي على تحقيق اهداف التنميه بتاعتها. وموجود دوت لو حضرتك قريت فصول التقرير بالتفصيل اللي هم السبع فصول الاساسيين للتقرير، اول فصل بيتكلم على الاستثمار في البشر، بيتكلم على التعليم والصحه والسكن. حضرتك هتلاقي فصل بيتكلم على الاقتصاد، فصل بحاله بيتكلم على حقوق المراه وتمكين المراه، هتلاقي فصل بيتكلم عن البيئه والبعد البيئي، هتلاقي فصل بيتكلم على الحوكمه، وفي فصل منفرد بيتكلم على جائحه كورونا وازاي الدوله ادت وجهها. ففعلا التقرير دوت هو بيتناول كافه ابعاد التنميه. طيب فكره مبادره حياه كريمه هي من المبادرات المهمه اللي افتكر ان اكثر من مبادره من تحت مظله هذه المبادره اللي اطلقها السيد الرئيس في شهر 1/2019 داعيا فيها المؤسسات المجتمع المدني كلها وشركاء التنميه والمؤسسات الحكوميه انه يكون في نوع من تضافر الجهود من اجل رفع مستوى اهالينا في الريف المصري وتوابعه زي ما بنتابع مع حضرتك ومع يعني الافتتاحات اللي بيقوم بها السيد الرئيس في هذا الاطار. لاي مدى هذا التحول ليه برضو اثره على هذا التقرير تقرير التنميه؟ زي ما قلت لحضرتك انه اول فصل في التقرير بيتناول الاستثمار في البشر، بيتناول الثلاث محاور التعليم والصحه والسكن. فحياه كريمه هي جزء من توفير السكن الملائم لسكاننا في الريف. احنا عندنا كذا قطاع في السكن، عندنا اللي هم بيستهدفوا بشكل مباشر الفئه بتاعت منخفض الدخل. يعني اول حاجه حضرتك عندك الاسكان الاجتماعي ده تقريبا في حوالي 2019 بس في 312,000 مستفيد بقيمه حوالي 4.9 مليار جنيه استفادوا من دعم الاسكان الاجتماعي. عند حضرتك بعد كده صندوق تطوير العشوائيات والجهود اللي بذلتها الدوله في تطوير العشوائيات، وبعد كده حضرتك عندك مشروع حياه كريمه. اللي بيتميز في حياه كريمه، اللي بيميز حياه كريمه انه مش بس بيركز على السكن. حياه كريمه هو مشروع شامل بيركز على السكن وتوفير فرص العمل والتعليم والصحه وجوده الحياه في الريف. طيب دكتور، يعني فكره التطرق بالشرح الدقيق والمفصل لجهود وانجازات خلال السنوات الماضيه، حضرتك تحدثت عن ان التقرير ده متناول بشكل كبير جدا مختلف الجوانب والاركان اللي قامت بها الدوله في هذه المرحله، مرحله العشر سنوات اللي فاتت او المرحله اللي توقفت فيها. خلينا نتكلم عن السبع سنوات اللي تم فيهم الانجاز، يعني بعيدا عن التوترات اللي كانت بتحصل في هذه الفتره اللي قبل السبع سنوات. طيب الامر ده بيدعم في راي حضرتك قدرات المؤسسة دي على الرصد والتحليل، بيدي دقة للمؤشرات؟ يعني المؤسسات المتخصصة عالميا بتبصلنا ازاي بعد تقرير زي ده في يعني رفع المستوى، يعني فيما يتعلق مثلا بعملية التنمية في مصر؟ اعتقد دي ليها اثر في التصنيفات الائتمانية مثلا، ان صناديق الخارجية او يعني المؤسسات المعنية بالتقييم المالي بتبصلنا باي عين؟ هل ليها برضو ده بيأثر على نظرتها لينا، النظره الايجابيه والنظره المستقبليه، الحاجات اللي بنتابعها مع حضرتك في الاقتصاد بشكل طبعا كبير؟ طبعا انا زي ما قلت حضرتك هو ده اهم ما يميز التقرير دوت، ان تقرير التنميه البشريه هو بيخاطب المجتمع الدولي اكثر ما بيخاطب المجتمع المحلي. يعني طبعا بيفيدنا احنا كمصريين او كشعب ان احنا نطمن ان القياده السياسيه ماشيه على خطى سليمه او بتحقق جزء من التنميه او الاهداف التنميه، لكن الاهم اكتر زي ما حضرتك قلت هي مخاطبه المجتمع الدولي. حضرتك ذكرت من شويه جزء عن الاستثمار وصندوق النقد، وفعلا بعد ما التقرير ده ظهر او من فتره كمان منذ الاصلاح، يعني صندوق النقد الدولي اشاد بموقف مصر. ده طبعا بيعلي من موقف مصر الائتماني، بيساعدك على جذب الاستثمارات، مخاطبتك للمجتمع الدولي
شراكتك مع الجامعات الاهليه وصدور قانون للجامعات الاهليه، انه لانه ده المجتمع الدولي بيهتم جدا بمؤسسات المجتمع المدني ومدى تعاونها مع القطاع الخاص ومع القطاع الحكومي، فده طبعا بيحسن من وضع مصر دوليا واقليميا جدا. الرئيس في كل سياده الرئيس في كل المؤتمرات او الدوليه كان بيتكلم دايما عن الصعوبات اللي بتواجهها مصر والخطوات اللي ابتدت تاخدها الدوله نحو الاصلاح. فطبعا انك تخاطب المجتمع الدولي وتخاطب الامم الاوروبيه وتخاطب منظمات المجتمع المدني المحليه والدوليه، ده بيأكد على الاستقرار او بدايات الاستقرار والوضع الاقتصادي في مصر. ده بيطمن المستثمرين الاجانب طبعا انك تبتدي تجذب جزء من رؤوس الاموال طبعا وتزود الاستثمار. العناوين العريضه يا فندم للمؤتمرات او للمؤسسات او للمبادرات يعني بيبقى في دايما في عنوان انا هشتغل تحتيه او هتعامل بترجمه هذه العناوين على ارض الواقع بشكل عملي في انجاز هذه المشروعات لاي مدى بيبقى له انعكاساته الايجابيه. طب لو انا قصرت في جزء من الاجزاء ما كملتهوش للاخر، انا كنت متكلم ان انا هنفذه، ده ليه انعكاساته برضه؟ اكيد اكيد طبعا. ما هو الفكره انه دلوقتي حضرتك بتاخد شويه خطوات عشان تعمل اصلاح او تحقق اهداف التنميه بتاعتك. عندك اجزاء، عندك تحديات اكيد بتواجهك، فبالتالي دي بتاخرك شويه، بتحتاج مزيد من الاصلاح. فممكن يبقى عندك قطاع انت ماشي فيه بخطوات كويسه، وقطاع تاني عندك فيه تحديات، والتحديات اللي بتواجهها في القطاع ده اكتر بكتير. احنا لسه عندنا شويه تحديات مثلا في قطاع الصناعه، حاجات ليها علاقه بالاصلاح الجمركي، بالتصدير، بتدفق العمله الاجنبيه، لسه عندك جزء كبير دوت محتاج منك مجهود شويه. وفي قطاعات انت ابتديت تاخد فيها خطوات سابقه شويه، فطبيعي جدا في اي دوله لسه خارجه من الفتره اللي فاتت دي انك ما يبقاش عندك اتزان في كل القطاعات. ممكن يبقى في قطاع مساعدك انك تشتغل فيه وتتحرك فيه، وفي قطاع تاني لسه محتاج مجهودات. وعلى فكره زي ما قلت لحضرتك، الميزه في التقرير دوت في شفافيته انه ذاكر في الاخر مصر التحديات اللي بتواجهها مصر، ومدي شويه وكل الناس طلعت اتكلمت على شويه توجهات او اليات ل الاسراع في عمليه التنميه وتحسين المستوى اللي احنا فيه. احنا ما بنقولش ان احنا وصلنا لاحسن حاجه، احنا بنقول ان احنا خارجين من فتره عصيبه جدا، خارجين من فتره فيها عدم استقرار، قدرنا ان احنا ننجح او نوصل لمنتصف الطريق الخريطه اللي احنا حاطينها. عندنا شويه تحديات بتواجهنا بنشتغل عليها دلوقتي عشان نحقق نمو افضل. خلينا نتابع مع حضرتك التقرير التالي ونعود لاستكمال النقاش مع ضيفي الكريم دكتور محمد فتحي مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي. رصد تقرير التنمية البشرية 2021 استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق، وأشار التقرير إلى تحسن مؤشرات إتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب في كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. كذلك تحسنت صحة المصريين بشكل عام، وأدت البرامج والمبادرات الصحية إلى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر، وساهمت مجموعة من المبادرات الصحية في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، وخاضت مصر تجربة رائدة على المستوى العالمي في مواجهة فيروس التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، إذ نجحت في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته مما سهل من فرص إتاحته للجميع، ورفع نسب الشفاء إلى نسبة كبيرة تجاوزت 98% من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه. كما تفاعلت مصر بنجاح مع تطورات أزمة جائحة كوفيد-19 بسرعة ومرونة، وأدارتها كأزمة ذات تداعيات متعددة واسعة النطاق وعميقة التأثير اقتصاديا واجتماعيا، بما يتجاوز كونها أزمة تنحصر في نطاق الاستجابة الصحية فحسب. كذلك رصد تقرير التنمية البشرية 2021 أن مصر واحدة من دول العالم الرائدة التي ضمنت الحق في السكن في دستورها، وفي هذا الإطار عملت مصر على توفير سكن لائق للجميع من خلال برامج موسعة لدعم الإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني من أجل توفير سكن ملائم للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وفي 2014 بلغ عدد المستفيدين
المستقيلين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي وصل إلى 4.9 مليار جنيه وبتمويل عقاري في حدود 30.8 مليار جنيه. الحوكمة والبيئة وتغير المناخ من القضايا المهمة دكتور محمد اللي تم تناولها أيضا في هذا التقرير، يعني كذلك التعامل مع فكرة تمكين المرأة ليس باعتبارها قضية تخص المرأة فقط وإنما تخص المجتمع، ده وفق برضو ما جه في التقرير بنصه، يعني لأي مدى الأمور الثلاثة دول والجديد فيهم اللي هو الحوكمة وتغير المناخ ليهم أثر أيضا في تصنيف أو ترتيب مصر وسط الدول النامية؟ تمام، زي ما قلت حضرتك هي ميزة التقرير تاني بنأكد على النقطة دي انه تناول كل الابعاد اللي ليها علاقة بالتنمية الشاملة. لو هنتكلم على الثلاث محاور اللي حضرتك ذكرتهم نبتدي بتمكين المرأة. لو حضرتك تفتكر احنا من فترة والقيادة السياسية ابتدت تهتم بالمرأة حتى 2017 كان سمي بعام المرأة بالظبط كده. الجديد السنة دي اللي ما كانش موجود في مصر واللي يمكن هيتطبق اكتوبر الجاي الشهر الجاي انه تمثيل المرأة في القضاء وفي النيابة، تمكين المرأة من حيث القضايا الخاصة بالمرأة زي قضايا ختان الإناث، قضايا التحرش، القضايا الخاصة بالنفقة وقانون الأسرة، تمثيل المرأة في البرلمان، تمثيل المرأة في الوزارات، تقريبا 25% من وزراء مصر هم سيدات، ممثلات في البرلمان ومجلس الشورى حتى في المجالس المحلية هيبقى في مقاعد للمرأة. ففعلا المرأة واخدة اهتمام كبير قوي، وطبعا دي من الحاجات اللي بتهم المجتمع الدولي المرأة والأطفال والفئات المختلفة، انه تلاقي الدولة بتهتم بالفئات المختلفة للسكان مش فئة دون عن فئة. لو جينا نتكلم على المحور الثاني اللي علاقة بالحوكمة، يمكن احنا من فترة حتى الوزارة عندنا وزارة التخطيط كان فترة اسمها اتغير كانت بقت وزارة التخطيط والإصلاح الهيكلي، انه الدولة ابتدت تاخد خطوات نحو الإصلاح الهيكلي والحوكمة، وانه كل اللي بقى فيه تدخل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والربط والتحول الرقمي كل دوت في الاخر بيهدف الى انه الحكومه تقدر تتعامل مع مشروعات واهداف التنميه بشكل افضل كتير. لما تلاقي الاصلاح الهيكلي ده دكتور محمد ده احنا بنحط سياسات عامه، احنا كمؤسسه حكوميه مهمتها انها تهتم بالتخطيط بالاساس، ولا الفكره بتبقى مش سياسه عامه، انا بحط سياسه عامه واليات تنفيذ كمان؟ طبعا عايز اقول لحضرتك ان مفيش خطه بتطلع من الدوله غير وليها اليات تنفيذ، وده الجديد في استراتيجية 2030. الزمان كانت الخطة بتطلع وبتتوزع على المحليات وهو كل حد بينفذ المشروعات وبيبعت يقول للوزارة أنا نفذت المشروعات الفلانية. لكن الفترة الأخيرة الاستراتيجية بقت تتعامل برنامج عمل أو برنامج زي حاجة اسمها برنامج عمل الحكومة، ده اللي بيقول الحاجات الأهداف دي تتنفذ إزاي، ومش بس تتنفذ إزاي، تتنفذ إزاي وتراقب إزاي وتقاس إزاي. والتوقيت. وتوقيتها طبعا. تمام. لانه كل خطه بيبقى ليها مده زمنيه محدده، ولو المحليات او المحافظه ما نفذتش الخطه بتاعتها في خلال فتره زمنيه محدده بتساءل. يعني احنا عندنا في استراتيجيه مكافحه الفساد ظهرت، ودي ابتدت تسرع شويه في اليات العمل المحليه، لان كل حد بقى فوقيه رقيب دلوقتي، ما بقاش زي زمان فكره انه الموظف يقعد يعمل المشروع دوت زي ما يقعد، ما فيش حد بيراقبه، ما فيش حد بيتابعه. لكن دلوقتي آليات المراقبة، وطبعا دي من جزء من آليات الحوكمة وأهداف الحوكمة، آليات المراقبة، آليات المحاسبة بتؤكد أنه الأهداف اللي بتتحط في وقت محدد تنفذ في هذا التوقيت. نيجي للمحور تغير المناخ، اتفضل. تغير المناخ والبيئة، طبعا ده شيء دولي واهداف دوليه ابتدت في الفتره الاخيره مع طبعا تغيرات المناخ والحاجات التخلفات اللي بتحصل كتير قوي على مش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم كله. الدولة ابتدت تدخل البعد البيئي في كل المشروعات. يعني مفيش مشروع بيطرح او بيتوافق عليه غير لما يكون متوافق مع الابعاد البيئية. ده بالتعاون بين حضراتكم وبين الجهة اللي ليها علاقة بالموضوع طبعا. ولا برضو حضراتكم بتحطوا السياسات والآليات وهم جهة التنفيذ فقط؟ قصدي حضرتك على اصل في شراكه بين وزاره البيئه وبين وزاره التخطيط، حضرتك بتطرح عليه رؤيتك وهو بيطرح قدرته على التنفيذ وزمن التنفيذ. جهه التنفيذ هي المفروض تبقى موافقه، تبقى جايبه الموافقه دي. يعني وزاره التخطيط مثلا محافظه
دمياط عندها مشروع ما عايزه تنفذه، لازم في ضمن دراسات الجدوى اللي بتقدمها عشان توافق على تمويل المشروع ان يبقى في دراسه بيئيه معموله للمشروع. طبعا هي بتعمل كل صاحب مشروع بينسق مع في اجهزه لشؤون البيئه موجوده في كل محافظه، مديريه تبع جهاز شؤون البيئه وتبع وزاره البيئه. تمام. هي اللي بتراقب على المشروعات ديت، بتشوف ابعادها فيما يخص البيئه، بتشوف كل حاجه ليها علاقه بالبيئه في المشروع دوت، وبتدي موافقه على المشروع. حاجه اسمها تقييم الاثر البيئي لكل مشروع، كل مشروع لازم يتعمل العلاقه بين حضراتكم كمعهد التخطيط وبين وزاره التخطيط، لان السيد الرئيس كان مدي يعني توجيه بان يتم التعاون بين المؤسسات البحثيه، المؤسسات العلميه وبعضها البعض، ومع وزارات المختلفه. دور حضراتكم ايه في التعامل بينكم وبين وزاره التخطيط؟ احنا طبعا في تعامل مباشر جدا، خصوصا ان احنا اصلا كمعهد تخطيط قومي، هو رئيس مجلس اداره المعهد هي دكتور هاله، او يعني وزير التخطيط بصفته هو رئيس مجلس اداره المعهد. فبالتالي طبعا احنا نقدر نعتبر نفسنا كان واحد، احنا في تعاون مستمر ما بين معهد التخطيط القومي ووزاره التخطيط من ناحيه البحوث والاستشارات والتدريب. تمام. ده بيفيد بقى في المستقبل، في افكار خلاقه، في احتكاكات او اطلاع على دوريات بشكل او باخر تتعلق بهذه الافكار ونطورها وفقا لمقتضيات الحاجه واجنده وطنيه، صح كده؟ طبعا. خصوصا ان احنا ما يميزنا كمعهد تخطيط قومي ان احنا عندنا تخصصات مختلفه، احنا معهد مالتي سبت، يعني احنا عندنا مراكز في المعهد، مراكز بحثيه في المعهد في كل التخصصات، البيئه والعمران والتنميه الاقليميه والابعاد الاقتصاديه والزراعه والصناعه. فاحنا عندنا تخصصات مختلفه، طبعا بنقدر ندي دعم مش بس لوزاره التخطيط، لكافه الجهات. طب نعود للنقاط اللي كانت وارده في التقرير، اللي كانت الامور اللي بتتعلق ايضا بتقدم مصر نحو اصلاح شامل، التركيز على الاقتصاد ايضا بشكل اكبر والنمو الاقتصادي واقامه مشروعات اقتصاديه. اثر ده في راي حضرتك على وضع الانسان المصري اللي بتراه الدوله هو قلب عمليه التنميه بالاساس؟ طبعا عايز اقول لحضرتك انه تخلل كل الموضوعات دي موضوعات خاصه بالمواطن المصري، عشان كده حتى حضرتك هتلاقي في فصل في التقرير اسمه الحمايه الاجتماعيه او حمايه المواطن، تمكين المواطن. عند حضرتك من اول الصحه، عند حضرتك مبادرة 100 مليون صحة فدي تخص صحة المواطن، عند حضرتك حاجات بتخص صحة المرأة والإنجاب وتحديد النسل، عند حضرتك جزء فيما يخص التأمينات والمعاشات، طبعا ده بيخص بشكل مباشر المواطن، عند حضرتك فيما يخص تكافل وكرامة اللي دعمت المواطن المصري أثناء جائحة كورونا، التمويل اللي حطته القيادة السياسية ساعة جائحة كورونا، وال 100 مليار اللي وصلتهم للعمالة غير المستقرة، ما يخص بقانون الضرائب والتأمينات والعمالة غير الرسمية، ازاي ندمجهم في قانون التأمينات والمعاشات وازاي يقدروا يحصلوا على تمويل. طيب لو اتكلمنا عن النهج التنموي اللي بتنتهجه مصر، وحضرتك بتحدثت على ان الامر بيضع البشر في قلب عملية التنمية، ايضا التركيز على الانسان كمحرك اساسي وكمستفيد ايضا من هذه الانجازات، يعني فكرة الاهتمام ب تطوير بعض الامور اللي تتعلق بالانسان المصري، الاهتمام بيها. حضرتك اتكلمت عن الصحه، ان بقى في مجال الصحه في ميزانيه اكبر، ايضا ما يتعلق بالمجال التعليمي بقى في اهتمام اكبر. هل واحنا بننظر هنا كمؤسسه دوليه لهذا التقرير، احنا بننظر اليه على مدى قريب بعيد متوسط، ولا بننظر الى الخطه العامه و بدايتك لتنفيذها او تحركك في هذا المسار او الاتجاه؟ طبعا هو اكيد هيبقى ظلم باين انه انا لما اجي ابص دلوقتي ابص على التنفيذ في الوقت الحالي، لان انا اكيد عارف وضعك كدوله، انت خارج من فتره عدم استقرار، فبالتالي صعب ان انا احاسبك او اقيس ثمار التنميه بعد سنتين او خمس سنين حتى. فطبيعي اي خطه بنحطها بيبقى ليها مدى، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، مدى بعيد ومدى متوسط ومدى قصير. في حاجات ابتدت تتنفذ على المستوى القصير، بدايه من تكافل وكرامه، بدايه من حياه كريمه اللي ابتدت فعلا تتنفذ على ارض الواقع دلوقتي، بدايه من الجزء الخاص بالصحه والتعليم، دي حاجات باينه ثمارها دلوقتي، يعني القضاء على قوائم الانتظار دي حاجات ثمارها باينه دلوقتي، قانون التامين الصحي الشامل ابتدى فعلا يتطبق في بعض المحافظات، دي ثمارها باينه دلوقتي، قانون التامينات والمعاشات، فطبعا في حاجات ثمارها بتبان دلوقتي وفي حاجات ثمارها بتبان في الاجل البعيد طبعا. تمام. طيب انا اسمح لنا حضرتك ان احنا ناخد تقرير اخر يتناول ويرصد ايضا الفكره حول هذا الموضوع، موضوع تقرير الامم المتحده للتنميه البشريه في مصر 2021.
بعد أيام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بمثابة شهادة نجاح جديدة لأداء الدولة المصرية يؤهلها للانضمام إلى مصاف الدول القادرة على تحقيق النجاح وقهر التحديات ورسم طريق مضيء للمستقبل. يسعدني أن أستهل حديثي بتهنئة سيادتكم وكل فريق العمل على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، وعنوانه التنمية حق للجميع، مصر المسيرة والمسار، وهو التقرير 12 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994. ويأتي هذا التقرير المهم بعد انقطاع دام 10 سنوات ليجدد وليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، وهو نهج التنمية البشرية الذي أسس له تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية دوليا على مدى الأعوام 30 الماضية. لا شك أن معركة البناء والتنمية التي خاضتها مصر قيادة وحكومة وشعبا تستحق أن تكون نموذجا عالميا يحتذى، خاصة أنها اتسمت بالشمولية واستهدفت كل القطاعات بجراءة وعمق شديدين وفي توقيت واحد. إطلاق هذا التقرير كحدث مهم يشارك فيه رئيس الجمهورية يؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع العنصر البشري في قلب التنمية باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد. إن مفتاح العمل الذي نحتفل اليوم بإطلاقه هو مصطلح الشراكة. هذه الشراكة حاضرة بجوهرها في عنوان التقرير، التنمية حق الجميع. فالجمع يفيد التشارك في جهود التنمية وعوائدها، كما إن الشراكة حاضرة بمفهومها من خلال علاقة التعاون التنموي الوثيق والممتد مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أحد أهم منظمات وبيوت الخبرة التنموية على مستوى العالم. وهي حاضرة أيضاً بآلياتها من خلال نخبة الخبراء وفرق العمل المحايدة ممن أثروا التقرير بأفكارهم. وها نحن بفضل هذه الشراكات نصل إلى حيث نقف اليوم، على بعد 11 عاماً من آخر تقرير أعد لهذا الغرض، وعلى مسافة 9 أعوام من استراتيجية مصر 2030، حيث يعكس التقرير قدرة الدولة المصرية وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها، بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها. شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية المستدامة شملت مختلف المجالات والقطاعات، هندسة اجتماعية شاملة تهدف لجعل العنصر البشري على قمة الأولويات. دكتور محمد، النهج اللي على أساسه اتوضع فكرة التنمية البشرية، وهي كانت من كم سنة هذا التقرير بيصدر عن الأمم المتحدة من ناحية الدولية، أقصد كمان المرجع الأساسي في المصداقية، هم بيراها إزاي القائمين على إعداد هذا التقرير؟ زي ما قلت حضرتك، هو التقرير طبعا بيصدر من سنوات عديدة جدا، يمكن أكتر من 35 سنة، ويمكن ابتدى ياخد نهج مختلف ليه علاقه بالبشر من 35 سنه بالظبط، لما الامم المتحده قررت ان حق التنميه هو حق اصيل من حقوق الانسان. وبالتالي عند الامم المتحده زي ما كلنا عارفين، اي حاجه بتيجي عند حقوق الانسان بيبقى عليها رقابه دوليه صارمه جدا، غيرها غير اي ملف في الدنيا. فبالتالي اهميه التقرير ده مش بس لمصر، كل دوله بتصدر التقرير دوت، انه بيمس المواطن بس حق الانسان، الحقوق الاصيله للانسان زي التعليم والصحه والسكن بشكل مباشر. عشان كده هو عليه رقابه دوليه صارمه، زي ما حضرتك شفت في التقرير ان العضو المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي في مصر اشادت جدا بالتقرير وبالارقام اللي جت في التقرير وبالوضع اللي مصر انتقلت له، خلينا نقول انتقلت له من وضع في عدم استقرار الى الوضع الحالي اللي وصلت له مصر.
الاستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 واللي بتأتي تساقاً مع استراتيجيات الأمم المتحدة في هذا الإطار، هل ده بيكون وفقاً لأجندة وطنية أنا بتعامل بيها، أجندة وطنية خالصة مع مراعاة التحديات والظروف البيئية والأمور اللي بتمر بيها الدول، ولا هي بتبقى محددات أو أشياء معينة أنت لازم تلتزم بيها كدولة وتنفذها علشان خاطر ينظر إليها بعين الاعتبار؟ طبعاً إحنا عندنا في أهداف التنمية المستدامة دي من العالم كله ملتزم بيها، من 11 هدف العالم كله ملتزم بيها، ومصر لما جت تحط استراتيجية التنمية المستدامة 2030 خدت في اعتبارها طبعاً الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. فكل الأهداف وكل الأهداف اللي انت حددتها في الاستراتيجية عندك والمشروعات اللي انت حددتها والقطاعات التنمية اللي انت تشتغل عليها في الاستراتيجية عندك كان لازم مؤشراتها تحقق هدف أو اتنين أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. هتلاقي كل قطاع موجود مربوط بهدف أو اتنين من أهداف التنمية المستدامة. تمام. التكثيف الاستثمار في البشر والاهتمام به، يمكن كان التقرير بيتحدث عن رأس المال البشري وأهميته اللي استمعنا مع حضرتك منذ قليل. فكرة الاستثمار في رأس المال البشري مع مرورنا بجائحة، مرور العالم بها زي جائحة كورونا، توقف العمل في كثير من الأماكن وتعطل العمال عن العمل خاصة العمال اليومية، لأي مدى خطوات الإصلاح الاقتصادي اللي اتخذتها الدولة سابقا كان لها أثرها الإيجابي على الحفاظ على هؤلاء البشر وأيضا القدرة على عودة العمل إلى طبيعته بشكل أسرع من دول أخرى؟ يمكن فعلا جزء مهم وفصل اساسي في التقرير هو جه اخر فصل عشان يلخص الجهود، لان كل الجهود اللي بذلتها الدوله في الفتره الاخيره كان التحدي الاصعب ليها هو تحدي جائحه كورونا. بس برضو التقرير اشاد ووضح جدا دور مصر في مواجهه جائحه كورونا من اول المستشفيات اللي ابتدت تتخصص للعزل بالكامل، المستشفيات الحكوميه اللي بقت كلها عزل بالكامل عشان تستقبل الحالات. احنا ما واجهناش مشاكل الحمد لله في موضوع الاكسجين او المتطلبات الاساسيه لمواجهه مكافحه فيروس كورونا، من اول التمويل ال 100 مليار اللي وصلتهم القياده السياسيه خصوصا لمنخفض الدخل او العماله اليوميه اللي ما كانش هيبقى عندها دخل طبعا بسبب الجائحه. بعد كده فكرة اللقاح، الحمد لله احنا برضو مصر من الدول اللي ما واجهتش مشكلة في تواجد لقاح فيروس كورونا، احنا كمان دلوقتي ابتدينا نصنع اللقاح داخل مصر. فاحنا فعلا الدولة القيادة السياسية نجحت في انها بشكل كبير تواجه الظروف اللي اثرت بسبب وجود فيروس كورونا. نيجي لجزء تاني متواجد في الموضوع الاستثمار في البشر، وده مهم جدا خصوصا فيما يتعلق بتمكين الشباب وبناء القدرات. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، لأن ده كان جزء أصيل وأساسي من تنمية قدرات الشباب واهتمام بالشباب، وأنه القيادة السياسية كانت عايزة تدي دور أكتر للقيادة الشبابية. وإحنا فعلا هنلاقي أكثر من شاب في تعيينه في سواء مساعدين للوزراء أو مساعدين للوزراء أو محافظين، سواء نواب محافظين، سواء في مجالس محليه، سواء في الاحياء، في كل القطاعات، سواء حتى في القيادات في الوزارات المختلفه. ومجلس النواب برضه اضيف على كلام حضرتك تنسيقيه شباب الاحزاب، في بعض الشباب مشاركين في هذا الامر. ده دليل على اعطاء الدوله اهتمام كبير لتمكين الشباب من الناحيه السياسيه، والمراه ايضا زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل في مختلف المناصب مش سياسيه فقط، ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح توجه عام وأشمل لدى الدولة برضو في إطار تنمية الإنسان ومشاركة ضمان حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية لمختلف الفئات في الشعب. طيب البرامج الحماية الاجتماعية، هل الهدف منها وفقا للتقرير هو التخفيف من أثار أو تبعات الإصلاح الاقتصادي، ولا الهدف منها هو كان في الحديث في التقرير يعني هو رفع مستوى معيشة المصريين عشان يوصلوا للمستوى اللائق من ناحية الإنسانية؟ يعني هو كان هدف عام من قبل الجائحة ومن قبل أي مشاكل تقابلها الدولة، لأنه ده كان جزء أصيل من استراتيجية 2030، حماية المواطن والتمكين والعدالة الاجتماعية، ده كان جزء أصيل في استراتيجية 2030. يمكن ابتدى يضاف له أو يسرع من بعض العمليات فيه عشان الجائحة، لكن هو هدف أساسي من أهداف استراتيجية 2030 طبعا. تمام. طب استاذن حضرتك في متابعة تقرير آخر يعني يتحدث في نفس السياق. السيد الرئيس يعني مشكورا
بيبذل مجهود خرافي عشان يريح المواطن في حياة كريمة والقضاء على العشوائيات والطرق والكباري. شيء عظيم والله. عندنا في البلد تم مشروع المجاري والمية والحمد لله. يعني مبادرة حياة كريمة بصراحة يعني هتاخد فيها خطوة كبيرة جدا، هتاخد فيها شوط جاي. بيعمل حاجات كويسة كتير فعلا، ونظم البلد وعمل حاجات حلوة فعلا، والطرق والكباري والمشاريع الكتيرة، وفتح شغل لينا يعني الفترة اللي هي اللي عدت، وحاليا برضو شغل في العاصمة وعملين كتير زي السويس برضو. تمام، انا من ضمنهم واحد شغال في قناة السويس. القيادة بتهتم جدا بالشباب بغض النظر المؤهلات، سواء مؤهل عالي او مؤهل متوسط او فوق متوسط. يعني المدن الجديدة زي مدينة الاساس اللي في دمياط دي بتاخد اللي هو الدبلوم او الفني من الثانوي الصناعي، بتشغلهم بدل ما كان يبقى عاطل او على عبء على الدوله او البطاله. فالبطاله لا، البطاله قلت. يعني شيء عظيم اللي هو اتعمل، انشاء كباري في كل حته، احياء الريف المصري، المساكن، المدن الجديده، الصحه، التامين الشامل، تربيه وتعليم، تحديث، وكل ده بيتعمل لحقوق الانسان زي حقوق المراه اللي خدت حقوقها. قضية الزيادة السكانية دكتور محمد يعني هي دائما بتبرز في الواجهة، هي من سنوات واحنا بنتكلم من ايام انظر حولك كان يعني عشان خاطر في موضوع تحديدا تنظيم النسل او فكرة الانجاب الزيادة، لكن دي ثقافة عند المصريين. تغيير الثقافة في رأي حضرتك بياخد وقت ولا برضو محتاج تخطيط سليم وآليات متناسبة مع البيئة والمجتمع تقدر تقنع بيها الشخص ان هو ما يبالغش في الحاجه اللي مش هيقدر ان هو يتحمل نفقاتها او مسؤوليتها؟ هو للاسف حقيقي احنا جزء كبير من المشاكل اللي بتواجه الدوله او جزء التحدي الاصعب هي الثقافه. والثقافه مش بس في التحديد، الناس ثقافه في حاجات كتير قوي. اللي واجهت امتداد العمران هي ثقافه، ثقافه ان الراجل عايز يبني لنفسه بيت ويبني لابنه ويبني لبنته ويبني بنته. فاحنا عندنا مشكله في ثقافات كتير قوي. لو حضرتك بتتكلم على ثقافه تحديد النسل بالذات، طبعا احنا عندنا الولاد عزوه وثقافه انه خصوصا اخواتنا في الارياف، يعني فكره انه يبقى عنده 4-5 اطفال ده عدد قليل. يعني هو بيحب العزوه والاطفال الكتير جنبه بتاع. الدوله فعلا ابتدت تاخد خطوات نحو موضوع تحديد النسل. هو ليه زمان ما كانش بياتي ثماره؟ عشان احنا ما كناش بنشتغل على الارض بشكل كويس. بمعنى انه انت ما ينفعش تطلع تعمل اعلان بس مجرد اعلان في التلفزيون انه يا جماعه مشاكل تحديد النسل ومشاكل الزياده السكانيه كذا كذا. المواطن البسيط اللي في الريف او في الصعيد مش هيقدر يدرك المشاكل دي غير لما توصلها له لغايه بيته. فبالتالي فعلا وزاره التضامن الاجتماعي زي ما حضرتك قلت واخده خطوات جيده جدا في موضوع القضايا المتعلقه بالزياده السكانيه، وابتدت تعمل حملات جوه القرى والمدن، وابتدت حتى زي ما حضرتك قلت فكره انه احنا كنا بنعمل ده في تطوير عشوائيات انه احنا ما كناش بنعرف نخش البيت، فبنجيب بنات معانا في الفريق العمل تخش. عشان طبعا حضرتك عارف المجتمعات دي هي الست اللي بتبقى شويه صاحبه القرار، واغلبيه البيوت بتبقى ستاتها اللي الست المعيله بتبقى هي الست اللي موجوده في البيت. فبالتالي ابتدت الاستعانه بسيدات بيشكلوا فرق عمل، وممكن في بعض الاحيان زي ما حضرتك قلت ان هم بيبقوا من نفس المكان عشان تبقى الثقافة واحدة، مش بس ثقافة فكرة الثقة. أنا لما حد من أهل منطقتي يجي يكلمني عن حاجة غير لما حد من منطقة بره يجي يكلمني عن حاجة. ده زود شوية الوعي عند المجتمع المصري، زود الثقة ما بينه وما بين الحكومة. هي مش فكرة احنا مش عايزينكم تخلفوا خلاص، أو فكرة أوفوا، أو فكرة احنا ما عندناش، لا احنا بنفهمه تداعيات الزيادة السكانية عليه هو بشكل مباشر بداية كمواطن قبل ما تبقى تحديات بتواجهها الدولة. بنشكر حضرتك في ختام الحلقة دكتور محمد فتحي مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، شرفتنا يا فندم. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.